بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فقد انهالت علي الطلبات من الشرق والغرب ومن كل مكان لأعلق على اللقاء الذي حصل بين الأخ حسن قاري الأفغاني، وربما يعني بعض الناس يعني يستاء من هذا، حقيقة هذا اسمه كما أخبرني به أهل البحرين ولا يزال يترددون علينا. لا نعم، له اسم إعلامي، أنا لا يعنيني، أنا بالنسبة لي هذا هو الاسم المشهور به، ولذلك عليه أن لا يغضب يعني، ولا أقصد بهذا الانتقاص. وبين صبي التيك توك، وصبي التيك توك هذا ليس لقبا له، إنما عادة العرب إذا كان الشخص لا يعرف إلا من جهة نسب إليها، وعلى ذلك جاء قول الله تعالى وابن السبيل إذ لا يعرف إلا من جهة السبيل. فهذا الصبي ما عرفناه ولا عرفه العلماء ولا الناس ولا طلاب العلم إلا من جهة التيك توك وأخواته، لذلك أطلق عليه علماء صبي التيك توك، لأنه هذا صنعته التي يتقنها، وذلك الحوار الذي بينهما. في البداية أقرر أن عقيدة شيخ الإسلام النووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه هي محط إجماع منا على ما فيها بألفاظها الموجودة في شرح صحيح مسلم. أنا أقبلها وأموت عليها وأحيا وأرتضيها كاملة. فالذي يقول إن النووي رحمه الله لم يكن أشعريا كما يفعل أخونا هذا حسن قاري ويلبس على الناس ويأتي بكلام والقرآن كلام معجز والقرآن حروفه معجزة والأشاعرة قالوا هذا كلام، كل الأشاعرة يقولونه، فواحدة من اثنتين، إما حسن قاري لا يعرف مذهب الأشاعرة أو يعرف ويدلس، وأنا أرجح الأولى، فالرجل مسكين وطيب وعنده أخلاق حسنة. أنا الآن أنصف الطرفين. أما صبي التيك توك فهو مع قلة أدبه وقلة ديانته، وهو كما يقال في لهجته الفراتية عجي درباس، يعني بين قوسين من أولاد الشوارع، كل هذا حق، ولكن فيه مزية يجب أن يشكر عليها. نعم، والآن نحن في مقام إنصاف، ما هي هذه المزية التي يجب أن يشكر عليها؟ يعني يذكرون أن المسيح عليه السلام رأى فطيسة فوقع أصحابه فيها، ما أنتنها ما أقبحها كذا، فقال ما أجمل بياض أسنانها. فالجانب الحسن في صبي التيك توك هذا أنه يلتزم بالمنهج الوهابي 100% دون تقية، وما يلبس به أمثال حسن قاري وتلك التعديلات وتلك الأساليب الدبلوماسية في أداء الفرقة الوهابية لتزيين صورتها، هو لا يلتزم بشيء من ذلك، يأتي بالعقيدة الوهابية، لذلك هو أصدق من أمثال حسن قاري، مع احترامي لحسن قاري. لماذا؟ لأن حسن قاري مهمته التلميع والتغطية والتلبيس بالعبارة الطيبة وبالمزحة وبالضحكة وبكذا، حتى يعني يزين العقيدة الوهابية. أما الآخر فهو صادق في وهابيته، فهو على منهج الأصول الثلاثة، على منهج كشف الشبهات، على منهج نواقض الإسلام، على منهج الدرر السنية، لا يخرج عنها ولا يخالفها في كلمة واحدة، لذلك هو الوهابي الحقيقي، فأنا أحترمه على هذا. ولذلك رأينا حسن قاري ضعيفا، رأيناه مرتبكا يحرك الشماغ مرات كثيرة. لماذا؟ لأنه يلبس. أما صبي التيك توك فهو صريح وصادق في عقيدته التي يتحدث عنها. ربما السبب منشأه الداعشي، كل الناس يعلمون أنه تعلم في داعش. طبعا الرجل اسمه محمد شمس العايد البجاري، أظن البجاري، هذه كلمة البجاري هذه يعني غالبا، لكن هو محمد شمس العايد، لا يوجد الدين في اسمه، إنما وضعه كعادة هذه الفرقة من أجل التلبيس على العوام. أبو إسحاق الحويني، لماذا لا يقول حجازي محمد شريف حتى يعرف الناس
أن هذا عالم كبير، شمس الدين يا أخي، لا شمس الدين ولا قمر الدين ولا تمر هندي. نحن نتكلم عن علم حقيقي. هذا الصبي يأتي بكلام نواقض الإسلام، من لم يكفر الكافر فهو كافر، خلاص. فيطبقها في أبي حنيفة، يطبقها في الإمام النووي، يطبقها في السيوطي، يطبقها في كذا وكذا، فهو رجل صادق مع نفسه، موضوعي. فلماذا تلومونه؟ بعض الناس يقول طيب يا أخي أنت سكت عنه دهرا ولا تتعرض له، لكان يخدمني، يخدمني صباح مساء، أنا صاحب قضية، يشتمني ويلقبني بالألقاب ويهزأ ويأتي بدفاحة خربانة ونعل على صورتي ويشوه صورتي، كل هذا لصالحي، كل لا تعلمون كم جاء من العقلاء الذين كانوا يسيرون خلفه. هذا شخص يخدمني لأنه يبين العقيدة الوهابية كما هي دون زخرفة، ولذلك أنا في نظري هو الأقوى في هذه المعادلة. لماذا؟ لأنه وهابي صادق فيه. أما الثاني يلبس، يحاول أن يعني يرقع الأشياء. نصيحتي للأخ حسن قاري، أن حقيقة أدعوه صادقا أن يزورنا زيارة ودية ليس للنقاش، هكذا يعني بإذن الله تعالى يعود إلى الحق، لأن هذا التذبذب المستمر أحاول أن أرقع بين الشيء لا يمكن الترقيع. يا أخي، يا أخ حسن، يا شيخ حسن، اقرأ الدرة السنية، اقرأها والله تناقض مذهبك من أوله إلى آخره. ابن باز بعد أن استلم المشيخة واحتك بالمشايخ والسوريين والعراقيين والمصريين والأزهر وكذا وكذا، يعني صار هناك نوع من التلطيف للفكر الوهابي بعد مرحلة آل الشيخ، فلطفها وصار هناك نوع من الدبلوماسية، فصاروا يخفون أشياء يعني لا يعني تروق لهم أمام العامة وتحرجهم، تقال في الحلقات الخاصة، فهذا نوع من التقية. جاء هذا فكشفهم. الآن خطابي إلى كل مشايخ السلفية الكبار، بالنسبة لنا لن نرتضي إلا صبي التيك توك ممثلا لكم، لأنه متسق مع قواعدكم، فإن كان لكم رأي آخر وتتبرؤون منه فنريد أن نسمع صوتكم، نريد أن يظهر منكم هذا. أنا بالنسبة لي والله هذا نموذج رائع جدا، لا تعرفون كم خدمني. يعني حينما بدأ يرد علي بتلك الطريقة المضحكة، كان عدد المتابعين لقناتي لا يزيد عن 7000، الآن اقتربت من 100000، على أبواب 100. كانت المشاهدات في اليوم الواحد لا تزيد عن 5000، ضعفت أضعاف المضاعفة، كله ببركاتي. فهو الرجل يخدمني كثيرا، يقدم لي خدمات مجانية، فهو يبرز الوهابية النسخة الأصلية، الميد إن نجد، صنعت في نجد، ليس لها تعديلات ولا ترقيعات ولا تمليحات ولا رقية الثعالب. الوهابية كانوا محتارين في النووي، لماذا هم يحتاجون إليه مع ابن حجر؟ يأتي واحد مثل مندكار يقول يا أخي الأشاعرة كذا وكذا، ويأتي بالصورة التقليدية النمطية الوهابية على الأشاعرة، وكلها كأكاذيب اختلقوها، فيقول انظر النووي لا يقول بها. إذن النووي رحمه الله ليس أشعريا. طيب ماذا أقول لكم؟ أنا الرهان بيني وبينكم، أنا على عقيدة النووي من أول، قد قرأت الكتاب كاملا، كتاب شرح مسلم من أول إلى آخره مع طلابي، وجدت عدة أخطاء في باب الفقه الحنفي، نسب أقوالا إلى المذهب ليست قوية، وهذا يعذر فيه لأنه شافعي وكبير من الشافعية، ولكن في عقيدته ماذا أقول؟ زي السمن على العسل، من أطيب ما يكون، عسل مصفى عقيدته، هي عقيدة الأشاعرة. فإذا كان وقعوا في إحراج كبير جدا، نحن الآن طول حياتنا نرقع ونشتم الأشاعرة ونعطي صورة خرافية عنهم، لما قرأ الناس انظر يا أخي كذا وكذا. أما هذا صبي التيك توك فهو الرجل الصادق. لماذا صادق؟ لأنه داعشي، هذه عادته، يعني يريد أن يقضي على الجميع. يعني إيش يعني؟ ابن عثيمين يرد على من يقولون بتوحيد الحاكمية، هو يرد على ابن عثيمين، لماذا؟ لأنهم رجال ونحن رجال، ليس له حصانة.
كما يفعل الوهابية مع شيوخ الفرقة النجدية. لذلك يا جماعة هذا أعطيكم آخر كلمة أقولها، وهذا نصر عظيم لنا. تصور عقيدة النووي مجمع عليها عندنا، والنووي مجمع عليه عند كل ولي لله تعالى في الأرض. لاحظ كلنا نحبه ونجله، ولاحظ حتى أعداء النووي يختلفون فيه على قولين، فكم عظيم هذا الرجل رضي الله عن سيدنا محي الدين النووي رحمه الله. وافرحوا أيها الأشعرية، فقد جاءكم النصر من الخارج ليس من الداخل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.